حطتنا الأخيرة يعني رمين مع الأنشطة، أنشطة المدارس الصيفية، مو بس صيفية اللي حنحكي عنها، هي صيفية وهشة. أهميتها بمراحل تنشئة ونمو الطفل، شو الشيء اللي عم بتقدمه للطفل. للحديث بشكل موسع عن هالموضوع بصرنا نرحب بالكابتن ويليام حداد، مدير أكاديمية الأصدقاء الرياضية. يسعد صباحك وأهلا يسعد وسهلا صباحك، فيك. اهلا وسهلا يسعد فيكم. صباحك وأهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكي. بداية خلينا نتعرف شوي على الأنشطة التخصصية اللي عم تكون ضمن الأكاديمية، وأي الفئات العمرية اللي عم تستهدفوها. هلا احنا الاكاديميه الاصدقاء هي اكاديميه تخصصيه رياضيه. بدايتها بلشت بكره السله، انه هي تخصصيه كره سله. من 2 3 سنين بلشنا بموضوع السباحه، وان شاء الله شوي شوي نتوسع بباقي الرياضات. حلو كتير هذا الحكي، يعني دائما الطفل بحب الحركة كتير، طبعا بينطر يخلص دروسه ليروح يفعي ويتحرك. بالضبط. طبعا فالأكاديمية بتسمح أو بتتيح للطفل وتخلق له مساحة من تفريغ الطاقة بطريقة خلينا نقول مظبوطة، تمام لأنه بالضبط. تمام يعني بدل ما يلعب بالحرف هو بيلعب بالأكاديمية ومنه بيتعلم. قديش هذا مهم، قديش هدف الأكاديمية توجه لهي هذا المنح. هلا بالنهايه احنا بدنا نحكي اول شيء بموضوع كرياضه، يعني بشكل عام الطفل وقت بيجي على يلعب اي ممارسه رياضه بحس بذاته، بحس بوجوده، يعني بحس بشخصيته، انه هو عم بيثبت للعالم انه انا موجود، عم بمارس نشاطاتي، عم بمارس هواياته، انه بحيث انه يثبت للعالم انه انا موجود. ومثل ما قلت تفريغ طاقه. ثاني شيء في موضوع التربيه الرياضيه، يعني انت بالنهايه الرياضه بتعلم الولد كيف النظام، كيف الانضباط، كيف نعم الاحترام للشخص الكبير. بس مجرد انه هو عم بيسمع كلمة المدرب معناتها هو صار عنده عادة انه هو بس عم بيسمع كلمة الشخص الأكبر منه، هذا بيأثر عليه بشكل كتير إيجابي، خاصة من موضوع البيت أو من موضوع المدرسة. ومثل ما قلتي هي التربية الرياضية أو الرياضة هي بتنشط الجسم، بتساعده هذا بموضوع كمان موضوع الدراسة، موضوع القدرة الذهنية، القدرة صح. الجسدية، هذا كتير عامل مهم قبل ما نحكي بموضوع التخصص الرياضي. يعني نحن عم نحكي عن فترة صيف وهي الفترة الملائمة يمكن لاستثمار طاقات الطفل، وموضوع الرياضة للأسف هو ما أنه من المواضيع اللي كتير بيركزوا عليها الأهالي اليوم. يعني ممكن خلي طفلي يتعلم رياضة السلة، السباحة. اليوم بالأكاديمية قديش عم يتحرصوا انه كذا نعلم الطفل يمكن باحترافيه يمكن السباحه او حتى موضوع السله. هلا نحن كثير بنعاني من هذا الموضوع، لانه نحن للاسف ثقافه الرياضه ضمن مجتمعنا ما أنا موجوده بشكل كامل. يعني قليل تلاقي الـ الاهل او الاولاد يستمروا صيف شتاء، يعني عم تلاقي الولد بس او الاهل بس عم يسجلوا شهر اولادهم شهرين بالصيف. نحن عم نحاول قد ما فينا نوجه الاهل بهذا الموضوع، انه انتم جايين هلا تسجلوا مثلا اطفالكم بالصيف، انه هي تفريغ طاقه، وممكن بس يحطوا لهم الاولاد انه بيكون هن مثلا موظفين او كذا، انه مشان يلاقوا الولد. بس صحيح. نحن عم نحاول قد ما فينا انه لا، انه الولد ممكن يكون عنده موهبه، مثل ما في اولاد، مثل ما في اشخاص بالمستقبل بيطلعوا دكتور، بيطلع مهندس، بيطلع طيار، كمان في رياضي كان في اولاد يعني بيطلعوا رياضي، بهذا الشيء فخر. يعني هلا وقت انت بتلاقي الاولاد او حتى العالم مثلا بتشوف النجوم العالميين كيف بيفتخروا فيهم اهاليهم، ليش لا نحن ما عندنا هون هذا الموضوع؟ ليش ما نحن عندنا الولد يكون طموحه هو يكون لاعب رياضي، صحيح. يكون نجم بالمستقبل؟ هذا شيء كثير فخر له ولاهله. أكيد يعني يمكن دوركم كأكاديمية توجيه أيضا الأهالي وشدهم وتوعيتهم لأنهم يهتموا بهذا الموضوع، يهتموا بأطفالهم صيفا شتاء. أحيانا مثل ما قلت أنه هنا بيسجلوهم بفترة الصيف، وإذا سجلوهم بفترة الشتاء فبيكون لا يلهوهم مو لا هنني أهلوهم. فأنتوا كأكاديمية دوركم أيضا كمان توعوي للأهل أنه طفلك عنده موهبة بالسلة، طفلك عنده موهبة بكرة القدم، نمي له إياها كمان. قديش دوركم مهم؟ بالضبط مثل ما حكيت، يعني نحن خاصة أول بالصيف بتلاقي الأعداد كبيرة، عالم جديد، بنحاول قد ما فينا نحن نوعي الأهل أنه لا، أنه لازم نستمر. يعني تعب الولد أو تعب المدربين خلال 3 شهور لازم يستمر، أكيد. أنه أنت بالنهاية إذا أنت الولد حطيته 3 شهور أو شهرين أنت ما استفدت شيء. حتى أحيانا هن مفكرين الرياضة أو عاملينها مثل تسلاية، تنحيف الولد مثلا، بيجوا بيقولوا لي والله بدنا ننحف الولد. صح. لا الشائع عم ياكل كثير. يعني انه بتجي احيانا بصير معك شغلات طريفه، هي لانه لمجرد انه ثقافه الرياضه ما انا موجوده هي. يعني نحن بنتمنى انه هذا الشيء نوسعه
اكثر نطاق ممكن اعلاميا، انه الرياضه لا في لها كثير اهداف حلوه، الرياضه في لها كثير امور ايجابيه من ناحيه التربيه الرياضيه او من ناحيه التخصصيه، تخصصيه الرياضه، انه هذا الولد لازم يكون عنده طموح لما انه يكون رياضي، خاصه موضوع انه نحن بنستمر صيف شتاء، ما انه والله بس لمجرد الصيفيه وثلاث شهور الصيف، انه ثلاث شهور الشتاء او موسم الشتاء بتلاقيهم انه بيوقفوا انه والله عندهم دراسه، لا الولد بدل ما يقعد على التلفزيون، بدل ما يلعب على الموبايل، بدل ما يلتهى هون وهون، لا خلي توجهه بالرياضه، يعني هالساعتين باليوم او ساعه ونص باليوم كثير مفيده للولد بموضوع الرياضه. يعني احنا عم نحكي لتكون الرياضه ثقافه حياه اليوم للطفل، يعني مثل ما ذكرت يمكن ما يمكن اطفالنا ما عندهم هذا الوعي انه نحن عندنا ابطال عالميين مثل فراس معلم، مثل مجد غزال، عم يحققوا ارقام قياسيه اليوم بالبطولات اللي عم بتصير بكل انحاء العالم. بدنا نحكي كمان عن نقطه مهمه بالاكاديميه، عن المستويات الموجوده فيها، يا ترى انتم بتستقبلوا الطفل وهو مرحله مبتدئه في مستويات بمر فيها وصولا للاحترافيه، ولا في مستوى معين لازم يكون فيه؟ هلا طبعا هلا نحن كمدرسه تخصصيه هي تعليم مهارات كرة سلة، يعني الولد بيجي هي خامة أو مثل ما بسموها العجينة مثل المصطلح خامة أنت بدك تعلميه المهارة. هلا بالنهاية إجباري في مستويات، يعني ما كل الولاد نفس المستوى، في مثل ما بيقولوا أنه هذا الولد هو موهبة ومو كل الطفل عنده نفس التقبل يمكن. بالضبط، يعني في أولاد بتطوروا بشكل كتير سريع، في أولاد بتطوروا بشكل كتير بطيء، بس أنت بدك تصبري على كل الأولاد. لمجرد الولد يعمل أي حركة عم بيحاول يعمل بدك تشجعيه، لأنه يعني بالنهاية هو الولد عم بيحاول، اما وبدك تضلك لحتى بالنهايه انت. نحن كمدارس تخصصيه انت بدك تعلمي الولد توصليه لمرحله معينه، بعدين لازم تفرزيه على الانديه، الانديه اللي هي بتشارك بالمباريات، بتشارك بالبطولات، لانه نحن للاسف لسه المدارس التخصصيه ما في المجال اللي هي تشارك بموضوع النشاطات اللي عم بتساويها الاتحاد، بل احنا بنساوي مثل نشاطات فرديه، مباريات وديه، بس نحن كمهمتنا انه نحن نعلم الولد بشكل احترافي المهاره الاساسيه، يتعلمها بشكل صح، بعدين نبعته على الانديه يلي هي اختصاصها انه احترافيه كاحتراف ويستمر معها بالفئات العمريه اللي وصل فئه الرجال يطلع لاعب محترف بالمستقبل. تماما، يعني حكينا نحن عن عده امور، يمكن سلطنا الضوء على بعض الاخطاء يلي بنواجهها من الاهل تجاه اطفالهم، وحكينا على الانشطه، في تحضيرات جديده للاكاديميه بمحاوله لتطوير الاكاديميه لخلق مساحات ايضا جديده للطلاب، ونحن عم نقول عن اطفال طلاب لانه بالنهايه طلاب بالاكاديميه، خلينا نحكي عنها شوي. هلا نحن يعني اول ما بلشنا المشروع انا وفي الكوتش ماهر نزال هو المدرب الوطني، نحن هدفنا كان نخلق رياضه بمكان لا يوجد فيه رياضه. نعم، يعني نروح على اماكن ما فيها نشاطات رياضيه. هلا بتلاقي انه اصلا دائما النشاطات الرياضيه محصوره بالعاصمه او بالمدن الكبيره، يعني مثلا حلب، اللاذقيه، طرطوس، نحن عم نحاول دائما عم نشوح باتجاه الارياف اكثر ما نروح باتجاه المدن، لانه بالمدن خلص في مين عم بيهتم بالرياضه. نعم، نحن كمشروع او كطموح نحن نروح نخلق رياضه بمكان لا يوجد فيه رياضه، يعني ممكن تروح على قرى مثلا ما فيها نشاطات رياضيه، بوقت تعملي انت هذا النشاط الرياضي بتلاقي الاهل عندهم رغبه بهذا الموضوع، وقت عم بيشوفوا على التلفزيون بتمنوا انه يكون في عندهم بمنطقتهم شيء نادي رياضي او شيء مدرسه تخصصيه، مدرسه رياضيه تهتم بهذا الاولاد. صح، يعني هذا الطموح نحن قد ما فينا عم نحاول نكبره شوي شوي، بحيث انه نغطي حاول قد ما فينا نساهم بتطوير الرياضه بسوريا ونكون جزء يعني بهذا الموضوع، وان شاء الله نوصل لطموحنا وحلمنا. اكيد يعني نحن عم نسعى لتكون الرياضه هي ثقافه شعبيه مثل يمكن المشاوير، مثل اي ثقافه موجوده هي الثقافه السهله الاستهلاكيه، بدنا نستبدلها يمكن بثقافه الرياضه. بدنا نحكي عن موضوع الكادر اليوم التدريبي اللي موجود، قديش انتم بتحرصوا على يمكن الاهتمام بالجانب النفسي للطفل؟ يعني في يمكن اطفال بخافوا يمكن من السباحه، قديش تشتغلوا على هذا العمل النفسي اليوم لمواجهة مخاوف الطفل يمكن بممارسة هاي الرياضة؟ طبعا هلا كثير عامل مهم هو الكادر التدريبي المسؤول عن الطفل. صح، لأنه الطفل بس يحب المدرب حب اللعبة، صح، بس حب الشخص المسؤول عنه حب الممارسة تبعه، طريقة التعامل المدرب مع الولد هي كثير إلى عامل إيجابي. صح، طريقة التحفيز، يعني في بتلاقي أحيانا مثلا مدربين مثلا بتعاملوا مع الولد مثلا ما عارف يعمل حركة، بتلاقي ما شجع وحفظ، ما في ممكن ما يكون في اهتمام او ما يهتم فيه، ما له خلق، ما له خلق،
بقى احنا بنحاول قد ما فينا لا نوجه الكادر التدريبي تبعنا انه لا الولد مجرد عم يساوي اي حركه معناتها هو عم بحاول لازم تحفزيه، لازم تشجعيه، لانه مره عن مره مره عن مره هالولد العامل الايجابي تبعه رح يعمل هذا الشيء. بل احنا دائما يعني مثل ما قبل ما نبلش الموسم او قبل ما نبلش شيء وقت بيكون عندنا فتره الانقطاع اللي هي فتره الفحص نعمل مثل دورات بالامور الفنيه، الامور النفسيه، الامور كيف انه يتعامل المدرب مع الطفل. هذا كثير عامل كثير مهم لانه انت العامل النفسي او هذا العامل هو يلي بيطور الولد بالعامل الفني. هذا الشيء كثير نحن بنسعى له، خاصه مثل ما قلت لك اذا الولد حب المدرب معناته حب اللعبه، تعلق باللعبه، صار عنده المدرب يا لطيف اهم القدوه، قدوه بتلاقيه احيانا اهم من بتلاقيه انه ما برد على حكي اهله برد على حكي المدرب. يعني بتلاقيه هي كثير عامل شيء ايجابي، صار بينطل وقت التدريب يمكن اكثر، بصير شغفه بس بده يروح يتدرب ويثبت للمدرب. يعني انا ياما بيجوا مثلا اهل بيقولوا لي والله يا كوتش الاولاد طوشونك، شو طوشوكم ليه؟ انه طول الوقت بالبيت انه عم بتطجوا بهالطابه. معكس ما عليه شغله حلوه كثير انه ما يكسروا الغراض. يمكن نرمين الاهل بيطلبوا احيانا الكوتش اذا ما رد عليهم الولد تفضل بس يلا بس يا ريت توجه طبعا لانه نحن بنكون عامل كثير مساهم معهم. يعني أكيد. في احيانا خاصه بامور الدراسيه نحن صرنا الاكاديميه 10 سنين وصار علاقتنا مع الاهل كثير يعني مثل كانه نحن اهل او نحن عم نساهم بهذا الموضوع. بتلاقي الاهل احيانا بدقوا لنا انه بالله حكونا مع الولد لانه ما عم يدرس، خلص تكرم يعني خلص تركينا عليها. يعني مثل ما حكيت مهمتكم ما انا سهله بتوجيه اطفال حيكونوا بنات الغد. الرياضه حياه للاطفال، لاطفالنا وللكبار ايضا. ممارسه الرياضه بالامر اللي كثير مهم. يعني بدنا نتمنى لهيدي الاكاديميه انها تكبر أكثر وأكثر. بدنا نتشكر جهودكم المبذولة تجاه أي طفل، وأيضا أكيد الأهل بيتشكروكم قديش عم تتحملوا. يمكن بتحملوا الأهل نص الحمل نرمين والنص الثاني على الأكاديمية. هذا بالعكس هو يعني واجبنا تجاه الطفل. يعني بالنهاية أنت بدك بالظروف اللي مرينا فيها بدك أنت تساهمي لتطوير الولد، عامل بدني عامل نفسي. هذا كثير اللي احنا بنساهم فيه. شكرا لكم ولاستضافتكم. اكيد الكابتن ويليام حداد مدير اكاديميه الاصدقاء الرياضيه، شكرا كثير لكم وكل التوفيق بهذا المشروع المميز اليوم بنشر ثقافه الرياضه بين الاطفال. شكرا كثير لكم.